نتمنى يكون في نتيجة إيجابية. حساب يلا كورة بيكشف رسالة الكابتن محمود الخطيب التحفيزية للاعب الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي. امبارح الكابتن محمود الخطيب في ملعب رادس واتكلم مع اللعيبة، وحسب مصدر ليلا كورة إن رسالة الكابتن كانت تحفيزية. قال لهم عليكم أن تسطروا تاريخا جديدا لكم وللنادي، والفرصة الآن في أيديكم. يجب إسعاد الجماهير الأهلوية التي زحفت خلف الفريق من كل مكان. ينتظركم 180 دقيقة حاسمة، وستكون حصاد مجهود شاق بذلتموه من بداية مشوار النسخة الحالية، ولا يجب أن يضيع هذا الجهد هباء. مطلوب منكم التركيز في مباراة الليلة ثم لقاء العودة واحترام المنافس، لأن الترجي خصم مميز بدليل أنه فاز على صن داونز ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي. كلام إيجابي جدا ومحفز جدا. كابتن الخطيب طبعا نجم كبير ويعرف تفاصيل كتيرة جدا والجزئيات اللي بتتلعب عليها المباريات النهائيات.